ما وذكرى وقلت لها والحكايه ديال الاستاذ ريحان قالت لي هذاك ولدي اللي كيحكيها. غادي نخليكم مع الحكواتيه من مدينه صفاقس. مازال تقصيتوا بالقوت والصناعه المتعلقه ضمن الحكايه كما قلت ديال التتويج. عندنا جوج ديال اعضاء الجمعيه وعندنا اذا على بركه الله غادي نسلموا شواهد التقدير يا شواهد المشاركه للمشاركين اللي مروا عبر هذا البساط في هذا المهرجان. الشهاده التقديريه الاولى واللي غادي يسلمها رئيس الجمعيه سي محمد المختار وغادي يسلمها ل رائدة قرمزي.